رح نكفي معكم اكيد، ولكن قبل ما ننتقل على المطبخ رح نعمل جولة سريعة بالسينما ونشوف اخر الافلام مع غيدا. Do they look like just apes to you? He saved our lives. ضمن افلام الاسبوع فيلم الاكشن War of the Planet of the Apes بين الصختين 2D و3D. بعد الخسائر الكبيرة اللي بيعيشوها الايبس بيحاول سيزر يرجع ينهض مع مجموعته مع أندي سيركس، وودي هاريلسون وستيف زان. You are about to become the biggest brand in racing. وفيلم الأنيميشن Cars 3 بين نسختين 2D و3D عن لايتنينج ماكوين اللي بيحاول يثبت لجيل جديد من المتسابقين انه بعده افضل سيارة سباق بالعالم باصوات اوين ويلسون، كريس كوبر، بوني هانت والممثل اللبناني الاصل توني شلهوب. وفيلم الساينس فيكشن The Bad Batch عن علاقة حب غريبة بتنشأ بمجتمع من أكلي لحوم البشر بصحراء تكساس من المستقبل البعيد مع سوكي ووترهاوس وجيسون مومو ومشاركة من كيانو ريفز، جيم كاري وجيوفاني ريبيتسي. وثريلر The Hunter's Prayer عن قاتل بيساعد شابة للانتقام من قتلة عائلتها مع مارتن كومبتون، تينا ماسكيل وسام وورثينغتون. You have such potential. Such talent. You're a hunter. My father always said that you could never trust a person that needed something from you. But he also said he'd never met anyone who didn't need something from someone. ولمحبي أفلام الرعب The Osiris Child عن سباق غريب بيصير بالمستقبل البعيد لإيقاف أزمة عم تمتد لكواكب أخرى مع كالين لودز، دانيال ماكفرسون وريتشل جريفيث. What if somebody had died? I was just trying to be like you. I wanted you to be better. I'm gonna need the suit back. But I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Spider-Man Homecoming بنسخة 3D. بهالجزء بيحاول بيتر باركر أو سبايدرمان أنه يخلق توازن بين حياته كطالب هاي سكول ومحاربة الجريمة بمساعدة أستاذه توني ستارك أو آيرون مان مع توم هولاند، روبرت داوني جونيور ومايكل كيتون. Don't do anything stupid. All right? Yeah. من السينما ننتقل على المطبخ ونشوف التحضيرات مع شيف حسين ورشيد ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. بعد ما تبلنا اللحمة بأول فقرة أنا وياكم، اللحمة صارت جاهزة عنا بعد ما تبلناها، حطينا لها من الزنجبيل الأخضر المبروش مع ثوم، فلفل أسود، زيت زيتون، رشة ملح. هيدي اللحمة صارت جاهزة عنا. بس طبعا مشاهدينا اللحمة بدها تنطبخ لأن بعد ما خلصت هيك. طبعا هون نحن عم نحكي عن شرائح اللحمة بالبصل، لكن وصفة شرائح اللحمة بالبصل راح نقدمها مع رز أبيض أو راح نحط رز أصفر، نقدمها مع رز أصفر، نحط كمان من العقدة الصفرة، والعقدة الصفرة كلنا بنعرف قد ايه كثير منيحة وأيضا قد ايه مفيدة لجسم الإنسان. طيب هيدي بالنسبة لأول وصفة. خلينا أنا وياكم نبلش بالبطاطا المحشية.
البطاطا المحشية وصفة كتير طيبة، وصفة كتير سهلة. عندي بطاطا، أوكي؟ هاي حبة البطاطا، خلينا نشوف أنا وياكم. عندي حبة بطاطا، المقادير للبطاطا رح تطلع قدامنا على الشاشة. لكن عندي حبة بطاطا، بشيل الكعب لحتى نقدر نحن نوقفها قدامنا، لكن شلت الكعب وأيضا صار فيني وقفها. كمان برجع بشيل الراس، ليش بشيل الراس؟ لحتى اقدر احشيها، لكن شلت الكعب وشلنا الراس. طيب بجي بمنقارة الكوسة، عندي منقارة كوسة، ببلش جورها بهالشكل. خلينا نشوف انا وياكم كيف بنبلش نجور هالبطاطا. اوكي، بنحفرها حفر، كيف بنحفر الكوسة؟ لكن مثل ما عم بتشوفوا، اوكي، بنفرغ البطاطا بهالشكل هيدا. وشو رح احشيها؟ رح احشيها لحمة، رح احشيها بصل، لكن رح نحشي هالبطاطا باللحمة وبالبصل بعد ما نفرغها. هون في عنا طريقتين، او فيني البطاطا اسلقها نص سلقة، او فيني اتركها تستوي لحالها. طبعا عم نحكي تستوي بس بالصلصة اللي رح نحضرها، هي الصلصة بندورة مطحونة، رب البندورة مع البهارات وايضا مع رشة ملح صغيرة. طيب بحاول جورها كتير من تحت، ما بدي خلي الكعب يكون سميك، فقد ما فيي جورها بجورها او بفرغها من قلبها. اوكي، صار عندي بهالشكل. خلينا نشوف انا وياكم حبة البطاطا كيف صارت بهالشكل. طيب هيدي حبة البطاطا جاهزة عنا لحتى نحشيها بصل، وايضا نحشيها صنوبر او لوز، ونحشيها كمان لحمة. هون في عنا زبدة، او عندي مواد دهنية على النار. الزبدة او المواد الدهنية بدي حضر الرز لحتى الرز يتفلفل ويستوي عنا لاخر فقرة. بس انا الرزات اليوم حبيت حط معهم رشة كبش قرنفل، لكن هاي رشة كبش قرنفل لناخد نكهة كمان مع الرز، نكهة طيبة. لكن حطيت كبش قرنفل، وايضا في عنا العقدة الصفرة، راح نضيف العقدة الصفرة لهالوصفة. طيب كمان بكرر العملية، بشيل الراس وبشيل كمان الكعب. اوكي، وقفت عنا حبة البطاطا، كمان بجورها. هون بقول لكل المشاهدين، انا البطاطا مش ضروري احشيها بس بالحشوة البصل واللحمة، ولكن فيني احشيها دجاج. كيف بدي احشيها دجاج؟ فيني اعمل تتبيلة الدجاج او خليط الدجاج اللي هو من البصل، اللي هو كمان بنحط بصل، بنحط فطر، وبنحط الدجاج، كلهم بنقطعهم مشاهدينا مع بعضهم، وايضا بنقليهم، بنحط كمان من صلصة الباربيكيو، اذا كنا عم نعملها طبعا اجنبية بنحط لها صلصة باربيكيو، اما اذا كنا عم نعملها من المطبخ اللبناني او المطبخ العربي فبستعين بصلصة البندورة. طبعا صلصة البندورة رح تكون مثل الصلصة اللي رح احضرها هلا انا وياكم بالاخر. طيب لكن انا بعد ما فرغ هالبطاطا رح اسلق البطاطا. عندي اللحمات، بدي احط اللحمة على النار كمان. اوكي، طيب هاو البطاطا. بيجي قبل ما يخلص وقتنا خلينا نحط اللحمة على النار طبعا لحتى تستوي اللحمة لاخر فقرة منضيفها. منولع عندي بالقلاية او بالطنجرة قليل من زيت النباتي. هون بضيف الرزات، طبعا هيدا رز هندي، رز الهندي نحن مغسلينه، وايضا مش ناقعه بس مغسله وضفته للخليط. مثل ما عم نشوف عندنا كبش القرنفل معون، راح ضيف كمان من العقدة الصفراء. طيب بيجي بياخذ عقدة صفراء، بحط للرزات عقدة صفراء. اوكي، بحركهم مع بعض. طبعا بعد ما احط كمان رشة ملح، هيدي رشة ملح، وراح ضيف مي لقرون. طيب بضيف مي لكل كوب من الرز الهندي، بدي كوب ونص من المي. هول الرزات صاروا جاهزين، بتركهم لحتى
تغلي المي، بعد ما تغلي المي تخفف النار وبغطي الرزات لحتى يتنبتوا على نار خفيفة. نجي للحمة. هيدي اللحمة نحن جبنا لحمة، فيكم تجيبوا لحمة فيليه. لحمة الفيليه اللي هي أطرى شيء بلحوم القصابة. طبعا قطعتها شرائح، جبت ورق خشخاش، حطيت القطع الفيليه اللي قطعتها على ورق الخشخاش، دقيتها شوي لحتى رقيناها. بعد ما رقيناها جبت زنجبيل، برشت الزنجبيل، حطيت مع الزنجبيل ثوم، فلفل اسود، زيت زيتون، حطيت هون رب الحار او حر حلبي. طبعا الناس اللي بحبوا الحار بتحطوا لها شويه حر حلبي، انا حطيت لها شويه حار مع رشه ملح صغيره. وهلا صار الوقت لحتى نحطهم نقليهم. اوكي طيب، اوكي مثل ما عم نشوف مشاهدينا نحن اللحمه عندي بهالشكل. طبعا اللحمه ما خلصت هون، لان بعد في لها بصل، وفي لها بعد كمان بهارات بدنا نحطها او فلفل اسود. اوكي بتركن يتقلوا. بعد ما يتقلوا ويستووا بدي ضيف البصل. البصل هون بدي اقطعهم شرائح او اقطعهم رونديلات حسب ما انتم بترغبوا، لكن بقطع البصل رونديلات بعد ما يستوي او بعد ما تبلش اللحمه تاخذ اللون البني. بس تاخذ اللون البني انه استوت، بدها تكون مستويه كثير منيح. بحط البصلات بس ما بحركها مع البصل، لا بحط البصل على الوجه وبغطي هالطنجره بتركها 40 دقيقه تستوي مع البصل. طبعا بقدمها مع رز ابيض او الرز الاصفر اللي عم بحضره هلا. هيدي بالنسبه للحمه. خلينا نرجع انا وياكم للبطاطا، بس حشوه البطاطا رح احضرها انا وياكم باخر فقره. طبعا بدي استويها باخر فقره للحشوه، البصل مع اللحمه وايضا مع اللوز او السنوبر. البطاطا رح اسلقها نص سلقه، باخر فقره رح نحطهم انا وياكم بالطنجره. الطنجره رح نحضر الصلصه قبل ما نحطهم بالطنجره. بدي احط صلصه اللي هي الصلصه مثل ما خبرتكم، عصير بندوره، رب البندوره، ماي، فلفل اسود، وايضا رشه ملح صغيره. هون فيني احط مطيبات، فيني احط انا اكليل الجبل، فيني احط كمان من الحبق الاخضر. انا على طول في عندي قدامي زريعه، في عندي حبقات وفي عندي كمان اكليل الجبل، فيني استعملهم بحيالله وصفه كون عم حضرها، بيعطوا نكهه كثير طيبه. كمان برجع بكمل مع البطاطا، رح اعمل بعد هالحبه من البطاطا حضرها لحتى نحشيها، وايضا بدي اسلق البطاطا، وباخر فقره رح اخبركم بالتفصيل عن الثلاث وصفات اللي عم نحضرهم لليوم. اما هلا بنرجع لعندي كرولا وكارمن. ثانك يو لك كارمن، عم تحضر حالها لانه نحن هلا رح ناخذ بريك، ومن بعدها بنرجع لبيزودياك، بتستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء.